بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب وحافظه بالظاهر والخفي من الأسباب وحاليه بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وفي إشارة ذكرناها لكم ونعيد تركيزها، وهو أن العلاقة بين جملة أو مقطع العبادة مقطع الولاء ومقطع التنا، مع أنه هو منظوم بفصل لا بوصل. تعرفوا أن الوصل عطف الجمل البلاغة، والفصل ترك العطف الجمل في المفردات. فمنكم مالك يوم الدين، قلنا إياك، ما كانش هو إياك، فهذا الواو اللي هو موجن باش، لأن العطف يدين باشتراك وبنوع خلف ولو وجهي ولو من وجه. العطف يدين بالخلف كما يقول البلاغي، وإن كان الأصل في الواو أن تكون جامعة، الواو للجمع، جمع بالواو سابقا واعطف بالواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو موافقا موافقا أو مصاحبا موافق. العطف يكون سابق على لاحق ولاحق على سابق ومصطحبة، الواو دي. والواو لمطلق الجمع دخلهم. وفي الصلاة في الشهير بن مالك فقال وهي للترتيب كثيرا ولتطهيه ناذرا، تدكش واحد متوخر على متقدم، على متقدم تعطف على متأخر أو عكس ما هو التسيب به. والاستحابة أن تكون يعني في مواطن معينة تدرك بالشيق. إذن لما ترك الوصل فصلت، دل هذا بلاغة على كمال الوصل، لأن الفصل عندهم بلاغة يدل على كمال الوصل في الدرجة الأولى، وقد يدل على كمال الفصل. انظروا في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، ما كانش والله الصمد، الله الصمد. لماذا؟ لأن جاء جملة الصمد الله الصمد، جاء جوابا سؤال محدود تقديره لماذا هو أحد، تدفع سؤال لماذا هو أحد، قال لأنه صمد غني، غني عن الثاني، غني عن الشريك، غني عن الشفيع، غني عن وحيثنا تنزل منزلة الجواب عن سؤال بياني، كأنه يعلل لعلة مع معلولها ما ينبغي الفصل بينهما. فقالوا الفصل بلاغة لكمال الوصل، فهموش. وكذا بين المؤكد والمؤكد، بين توكيد وبين المؤكد كمال اتصال أنه واحد، وبالبدل ومبدل منه. لذلك قال صاحب الزور فصل لجد التأكيد هو الإبدالي لنكتة ونية السؤال، وهو ما يسمى بالاستنافات البيانية. كذلك هنا كان سائل سلم إياك نستعين، عفوا، ومالك يوم الدين إياك نعبد. الدين الجزاء والعبادة والابتلاء، الصلة بينهما صلة السبب بالمسبب بنتيجة شيء فيما ترتب عليه، أنك تتعبد هنا على أمل أن تجازى هناك، أليس كذلك؟ بل إن الله جعلهما وجهين لحق واحد، الابتلاء والجزاء وجهان لحق واحد. وذلك في قول الله تبارك وتعالى وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. إذا خلق السماوات والأرض محذوف، وما بينهما من ناس، إنه قلنا في علة العلال أن الحمد علة العبادة، والعبادة علة تكليف الإنسان، والإنسان وخلقه علة لوجود الأكوان، فما وجدت هذه الأكوان إلا من أجل الإنسان، وما وجد الإنسان إلا لعبادة الرحمن، وما كلف بالعبادة شيء إلا لحقيقة الحمد إظهار لكمال المحمود جل جلاله. فرجعت علة العلال للمعرفة، كمال المعرفة كمال الموضوع بكمال منهج النظر فيه، هذا هو الفلسفة الإسلامية الكبرى، أن تنظر في أجل موضوع بأجل منهاج للنظر، هذا هو النظر في أجل موضوع المعرفة بأجل منهاج للنظر هو المعرفة، لأنها التي توصلك إلى كمالك. المعرفة أجل معرفة وكمالها بتحقق العارف بكمال الصفة، تقول لي امتحد مع ذلك المعرفة.
دايم وكان ما نصنع تنربصوا هذيك الخطوط اللي تجبدوا وكانها متناشره شوفوا تشدوا هذاك الشيء. العلاقه بين اياك نعبد واياك نستعين وبين آية الملك ان العابد انما يتحراه ويعبد. الجزاء في ذلك اليوم ثم رقبه الاخره هي الشيء الضامن لصحة السلوك. إنسان ما كانت يعرف الآخرة وما شيء يقدرهاش ونسيها كما هو الشأن عندنا اليوم مفاجئ تثقفات الحضارية وغيرها. الحضارة اليوم ناشية للآخرة، الحضارة الحاضرة ناشية للآخرة ولا تدرجها لا في مناهج ولا برامج ولا تعشد لا اعتجادا ولا التفت التفاتا من الحقيقة الجديرة بأن تذكر. نكتها التقديم سبق لنا هذا فهمتموه. لماذا قدم إياك على نعبد وإياك على نستعين؟ الإذان بالحصر وهذا من أدوات الحصر. تقديم عطف وتقديم كما تقدم أدوات الحصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، فهو في معنى لا إله إلا أنت نفي وإثبات. بدل نعبدك لا نعبد إلا أنت. وقدم هذا لإفادة الحصر، ومن وراء الحصر أمر آخر وهو رفع الإصر، نكتة أخرى تترتب على النكتة الأولى. والثالثة وهو الإيجان بالحصر، أي حصر ذهنك عن أن ترى غيره. إياك تتزقي تتركز تقديم المعبود حتى لا تتشتت انتباهك أن أنت تنظر إلى غيره وتلتفت لسواه. وقدم الأحق بالتقديم وخام خالف الترتيب الجملة. نعبد إياك لإفادة أن الأحق بالتقديم والمعبود على العابد والعبادة والله جل جلاله. وتكلمنا على ذلك البنية وكيف تعرب في العربية واللواحق التي فيها إياك إياك إيا إياكما إياك إيا إياهن والفروع التي أشار إليها ابن مريم. ثم نكتة التكرار نبناكم عليها. لماذا كررت إياك؟ ممكن أن يكون الأصل في المعنى إياك نعبد ونستعين ولا لا؟ وهو أخسر بالعبارة، ولكنه ناقص من حيث مراد الحق تبارك وتعالى في فجأة شيء. معنى أن المطلبين مستقلين، لشعر باستقلال المطلب، مطلب العبادة هو في الحقيقة غير مطلب الاستعانة. لأن العبادة شكون؟ هذه حق الله، والاستعانة إحسانه إليك إعانته، عون منه يرفع معاناتك. والمعاناة قد تكون في الأصل بحيث لا تقدر على الفعل، فتكون الاستطاعة أو الإعانة إقدار على الفعل، خلق القدرة على الفعل. ما نتكلموش أنا على المسائل الكلامية، خلق القدرة تعطي الله الذي يخلق القدرة فيك ويخلق باعثها. شيء يتحرك بدأ من اليقظة الله يجعل في إنسان تكون أحيانا ما كان قاعنا تتجي شيء وارد تنتبه شيء وارد منه وارد من بسبب الخارج كثير ويوقف على أسرار في عالم الهجاية. تكرار قلنانا لإفادة استقلال المطلبين كل واحد على حاجته. وعطف الجملة على الجملة اللي سميناها الوصل وإياك، هذا إلى أنهما مختلفين. العبادة غاية والاستعانة وسيلته، وسيلة إليها، فهما مختلفين. الغاية بالغاية وبالوسيلة اختلاف نوعي، اختلاف يعني تضاد. ماشي الخلاف كله خلاف تضاد، قال منطق تخالف قد يكون اختلاف اعتباري، قد يكون اختلاف تناقض، اختلاف تضاد، اختلاف مع إمكان الجمع. بحال أنني كذا يعطف يجمعه ويخالف من نوعنا شيء. إذا استقلال المطلبين مفاد التكرار أنا، ومفاد واو العطف الذي هو واو الوصل ماشي واو مع ميم الفصل واو عطف الجمل. وإذا رفع الإسر، شنو رفع الإسر؟ لأن الإنسان حين يوحد الله ويوحد همته ويجمعه عليه فإن الله يتولى. أليس الله بكاف عبده؟
المتجهة إليه والمتوكلة عليه. فكيف الله يسرنا العبادة؟ كيف تثق؟ كيف تثق أن تعبد الله؟ لأنه أعانك ورفع الإسر والثقل عنك ما استطعت. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم. فضل الله الهداية ورحمته الإعانة وما جاتي تكرون هذاك اللي عبادتي وعنك عليها. تكرار أسرار وهذا منها. ثم الالتفات، كنت تثني على الله غيبا، الحمد لله يا رب، الحمد له، الحمد له بما أنه الله الرب والرحمن والملك، ثم وقفت لتقول أنت هذا الموصوف الذي تجلت صفاته وجلالته وكمالته وجماله، أنت الحقيق بأن نعبدك وحدك، وأنت الحقيق بأن نمد أيدينا إليك استمدادا للقوة منك. هذا التحويل تاع الأسلوب يشمل الالتفات، والالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض زوكين، والقصد الاستجلاب للخطاب، تطرية الخطاب، والقصد الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب. أنا كاين النكتة العامة للالتفات، وكاين نكتة تخص كل باب على حجته. النكتة العامة في الالتفات هي كنسموها هنا جديد التلقي، هذا احنا تسموها القرآن يسمونها جديد التلقي، والبلاغ يسمونها تطرية السمع للخطاب، كل واحد وش يقصد. جديد التلقي كأنك تجدد نزول القرآن، احنا تكلمنا على هذا ودين زهلك القرآن من فوق. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القرآن يتجدد نزوله، تبع معي، من سماء إلى أرض، ولكن مش بالسماء التي تعلمها والأرض التي هي معهودة لديك. لا، يتجدد. من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما نزل فاللي يسمعه بقراءة ابن أم مسعود، أو يسمعه من ابن أم مسعود، أو يقرأ بقراءة أم مسعود، قلده في ذلك الشيء. مزمار ابن مسعود صوته بالقرآن، تحبيره للقرآن يجعل القرآن كأنه يتجدد نزوله. معنى هذا أن حال القاري حالته النفسية، إيمانه، حضوره، استجابته لمعاني القرآن تنعكس آثارها وأنوارها على خراش. فإذاك النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أعظم القرآن وجلهم، قال من إذا سمعته علمت أنه يخشى الله، يعني حسيت بالقرآن جاءته فيها أنوار الخشية، ماشي فيها غير الصنعة والتطريق. ما تندموش هنا محققين، ولكن تقول عليكم أن تقفوا عندها تستقفوا أنه واطئ نازل الذي تريدون وراءكم. الغايات تجيء من بعد. حتى إن القرآن حين كان بصدد بيان الغاية من القرآن ما تكلمش في الأول الغاية اللي يتقن الحفظ، كأنه معنى ضرورية. من أين تمر للتدبر من غير القراءة؟ ولكن القرآن ضرب معنى لبيانها ماشي شيء مقصود. إذا قارنتها بالغايات فإن ليست بشيء. كتاب أنزلناه إليك مبارك، واحد ليتدبروا آياته، جوج وليتذكر أولو الألباب، والتذكر هو غاية الغاية، وهو استحضار ما تدبرته في وقت العمل به، تنزيلي نزولي عنده وتفعيله في حياتك. وليتذكر، لأن الذكر ماشي مطلق المعرفة، هو حضور المعرفة في حينها والاحتكام إليها، وكونوا حاكم عليك تستطعش تخالف ذلك المعرفة. وليتذكر أولو الألباب. واللب في اصطلاح القرآن هو العقل إذا صفى من مناجعة الهوى. لب، تقول ليش هنا لب هذه المسألة؟ هي حاجة خالصة فيها، لبش خالصة من مناجعة الهوى والوهم والشبهة، صفى صفوا كاملا. أولو الألباب ما قالش العقول، لأن العقل قد يكون عقلا وقد يكون معه ما يناجعه من وهم أو شبهتين أو غلبتين أو لكن حين يكون لبا يصفو. هذا سيجينا إن شاء الله في أبواب الهداية حين نذكر هداية الطبع وهداية السمع وهداية الفطرة وهداية العقل.
كيفاش الهدايات مدارج ومراقي، ولا بد من الانتباه اليها وبيان التفاوت الذي بينها. دعنا نستمر. والالتفات الفصل والاشعار، انا نبناكم الى هذا كنتم تذكرون. نستمر. الاسناد للجمع، فين كاين الاسناد للجمع؟ في ايه الصله نعبد. فانت لا تسند الفعل الى اليك مفردا فتقول اعبد انا، ان همزه المضارعه تكون للواحد المتكلم، ونعبد للمتكلم ومعه غيره او للمتكلم المعظم، ما معهش غيره انما هو عظيم، كيسمى التعظيم بالجمع، تنزله منزله الجمع وهو واحد، كقول الله عن نفسه انا نحن نزل الذكر. وش الله نحن صحيح، لان الجمع يكون لاش للتعظيم، وهي كثيره، لقد اخترناهم ما اشهدناهم في قراءه النبي جعفر خلق السماوات والارض والاخره، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، انا كل هذه ضمائر الجمع المراد بها تعظيم المسند اليه. يسمونها علماء البلاغه القرانيه بنون العظمه، نون المعظم بحق. هذه يصح لنا ان نقول نحن الا على نوع من التجوز. إذن انت حين تقول اياك نعبد، واش هي مستعمله نون العظمه؟ تتعظم نفسك وعبادتك؟ ابدا. إذن فهي محموله، حتى نصرف هذا القرائن اللي كاينه كلها، محموله على شيء اخر وهو استحضار الجماعه. خاطر تكون تصلي وحدك فانك تقول وجوبا اياك نعبد، ولا تقول اياك اعبد. فاش اسمه هذا؟ استحضار الجماعه. فعقلك دائما الجماعه كاينه، ماشي بوحدك تتعبد. الكون كله يسجد، الكون كله يعبد. الصنف كنت من العقلاء من المؤمنين راه يعبدوا معكم مستحضرهم دائما. هذه الجماعه كاينه. فالله لا يعبد منك وحدك. زائد تدفع ما يسمى بشعور الاغترار. قل انا منفرد بعبادتك. من انت؟ هدف الاغترار بمقام التفرد بالعباده. لا يستطيع احد ان يعبد الله على وجه الفرد، على وجه الجماعه. وثالثا ادراج نفسك في الجماعه توسلا بهذا الاندراج من اجل ان تقبل فيهم. انا واحد منهم، وانا من المسلمين. تدوش وانا اول المسلمين، هذا قال صلى الله عليه وسلم باش يقول انا القدوه لانه سبق، تلك مرتبته. لكن انت وانا من المسلمين، ولا يحق لك ان تقول وانا اول المسلمين، اول سابق القدوه. وانا من احسن قول من دعا الى الله، احسن قول، من احسن؟ لا احد احسن منه. ولكن وقال في تواضع وانا من جمله المسلمين. شكي دايرين شكي تعلمنا القران، انت فقط الاعتزاز وتتذكر هذا الخضوع، هذا النوع من التنزل الحقيقي، وانا من جملتهم. الاسناد للجمع لهذه الفوائد اللي قلنا. وفي نستعين نفس الشكل، تستحضر انك لا تفرد الله في مقام الاستعانه فقط وحدك، بل كل يحتاجون اليه، فتستحضر فقرك وفقرهم وعبوديتك وعبوديتهم، شيء واحد. كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، كل شيء عنده الصفات. اضافه اليها شيء نسميه اهل العلم بالتشرف بالانتشاب والارتفاع عن خشه الاسباب. كيفاش؟ تمت تقول انا استعينه بك وحدك، راك تحاول تحرر من سلطه الوسائط، من سلطه الاسباب، لانها قاتله. مابقاش عندك الاسباب تطرعها مراعاه الحكمه والنظام، ولكن لا تراها فاعله مع الله، ولا مستقلة بالأثر دونه ودون مدد منه، وبالتالي تبقى عندك هذاك شرف الانتساب. شو كدير؟ شرف الانتساب والارتفاع عن الاستدلال للأسباب والتراب كلها، وترى في أن الكل منه وله إليه، فاحمد توكل واعتمد عليه.
أسند للجمع ونظم قد حال بجملة الحمد لواهب الأعلى. معاني على انتظام أي ترتيب مراعاة النظم الذي جاء فيها، معنى أننا لو رتبنا إياك نعبد على جملة الحمد هكذا عكس النظم، وهو أيضا من موارد الفهم. تابعوا معي شي تشوفوا النظم هكذا، النظم هكذا بالك، وهذا من أشكال المثنوية. تعرف الطيف إذا تنقلوا مثنى مما من تني وإما من تثنية، تثنية عددية والتني طي البعض على البعض، يجي التوب ثنيت التوب يضمت بعضه على بعض وجعلته قابل للنشر. وهذا فيه إشارة إلى أساليب القرآن اللي مرة محكمة جامعة ومرة فيها النشر والبسط. وحكمت آياته ثم فصلت وهتم بنشر المطويات المثنيات من الكتاب. والتاني حين قد يكون على يمين وعلى يسار من جهتين، تاني ليه يحكموا جهة واحدة؟ فلذلك لاحظوا أيضا حتى في النظر لمفاهيم النظم، فلو رتبنا آية آية إفراد الله بالعبادة على جملة الحمد، جملة شيء لإفراد إفراد الله بالحمد والإعانة والاستعانة منه على جملة الحمد. وانظروا غير الآخرة على نعوج الجلالة التي هي ربوبية الله ورحمانيته ورحيميته وملكه ومالكيته، فماذا تجد؟ تجد أن الترتيب عليها آية. أولا تعبده وأنت تراه ربا بملاحظة ربوبيته، فهذا يعطيك ماذا؟ يعطيك ما يسمى بالحياة، وهو باعث من بواعث العبادة التي لا تصح بدونها أحيانا. ومن تشوف الرحمن الرحيم وانت في مقام العبودية عبادة، تشوف عن شيء اسمه إحسان الله إليك، ألوان وأشبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة باسمه الرحمن الرحيم، ظاهر الرحمن والباطن الرحيم على حد قوله. أشهد الله تطالعه محسنا جن ملاحظة كون ربنا ربانا ونحن ضمن العوالم. تستحي الولي تاغيش ربك يا متى تستحضر تربيته تتحشم ولا لا؟ واش نسيء الولي؟ تقول احنا في المماثل، ولكن لابد لنا من المتشابه لفهم المحكم. هذا ارتقاء ضروري، وإذا قلت لكم دائما المتشابه ضروري لفهم المحكم، هذا اختبار كما يرى البعض. رباك ألا تشتهي، رحمك رحمات صغرى وكبرى ومستمرة، انظر إلى حياتك ألا تحب من أحسن إليك؟ أش تحرك هذه؟ شيء الحياة، شيء آخر اسمه الحب للنفس مجبولة على حب المحسن فطرة، تحسن لك بزاف تحبه بزاف ضرورة، وبحسب الإحسان من مادي ومن من أدنى ومن أسنى نسيج. وأنت تعبده ملاحظا أنه الملك والمالك في يوم الجزاء، يعني إليه المصير وإلينا ترجعون في نهاية المطاف. شدير تحرك الخوف والخشية، شحال هادو ثلاثة؟ ثلاث بواعث لا تنعقد العبادة حقيقة في التدين إلا بهذه الثلاث. تستحي وتخشى وتحب، والله ما تصح العبادة كاملة إلا بكمال هذه. فإن خالت من حياء وخوف وحب ماشي تعبد، لأن المعرفة غائبة. أنت باش ولا شي تتحب عارف الإحسان لا لا، وتستحي عارف يد الله الأمينة التي كانت ترعاك، تذكر جميلي فيك إذ كنت نطفة. مراحل التربية الإلهية ليه؟ وانت داخل تما في لك حمام الدم وتترجى بالدم ولا تدري لا وضع انقلاب ولا وضع استواء، تعوم في بحار مما تستحي منه أنت شمه، هو يرعاك
إلى 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 إلى. فالمستويت قلت لا أعرفه. كاين شي حقوق أكبر من هذا؟ إلا قلت للوالد ما تنعرفكش يكون عندنا منكر منكر. عقل أعوذ بالله. ومن ثم شدت عليه الباب. لا يدخل جنة مشركون ولا قاطع رحم. وأجل الرحم رحم الأبوة والأمومة. قاطع رحم، رحم كل تيارة حقوقها بحسب المراتب. هذا تسميت ماذا حقوق؟ حقوق هو قطع بر الأبوين. خصيصا. والرحم له من الصلة بحسبه. إذن فلذلك قلت فيما كنت تذكرون ونظم قد حلا بجملة الحمد لواهب الآلة. الآلة جمع آلة أو إله بالألف طويلة وهي النعمة. فبأي آلاء ربكم؟ الآلاء مفردها آلاء بألف طويلة أو إله بألف طويلة خلافا لإله الحرفية، لأن الفرق بينها وبينها تكتب بصورة الياء. آلة يعرف واهب الآلة ربين ورحمن الرحيم ومالك ذي وصلات نظمها به سوبك. وصلات يعني وصلة هي ما به الصلة. وصلة وصلات النظم تبين لك النظم ما كاينش ولكن راه مرتب. فلو رتبنا آية العبادة وإفراد الله بها مع الاستهانة على جملة الحمد لبانت ملتصقة بها نظيرة إليها. ولذلك سبق قلت لكم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعظم المتدبرين القرآن شكون هو؟ فلاشفة التدبر في الكتاب شكون هما؟ أولهم أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاشفة نقرب لكم شوية الصورة ماشي استحباب لللفظ ولكن استحضروا هذا الشيء. لأن الأصل في مثل هذه الإطلاقات كانت صحيحة ثم دخلها ما دخل حب المعرفة عشق المعرفة النظر بها بكمال منهاج يرعى كل شيء بدقته وصرامته. هذه فلسفة الفلسفة النظر في المقاصد والحكم وعلل العلل من أجل سداد أتم في الرأي والرؤية في الرأي والموقف. هذا هو الفلسفة، هذا هو الحقيقة ذات المعرفة. لكنه نحيى بها مناحي أخرى ذي وصولات نظمها به أو نظمها به سبك. كما ارتبنا عليها نفسنا تبتلا هي إياك نعبد عبده وحده. تبتل هو الانقطاع إلى الله بما يتم بهذا الانقطاع. فلا ترى غيره وأنت تعبده وتحمده وتتدين له. لا ترى غيره ولا ترى غير وجهه. وتوكلا لا تعتمد على سواه بقلبك ولا قلبك. أتقول لي التعاطي مع الأسباب ينبغي أن تكون تعاطيا باسمه وعن إذنه. ولذلك شرع في الأذكار تعاطي كل الأسباب المثمرة بعنوان بسم الله. لا تدخل باسم الله باش ما يتستحضرش أن هذا السبب فاعل مع الله ودونه أو باستقلال وانقطاع. وتشوف أنت ما تذكي من هذاك الشيء. وتحكيت لكم النكتة وين كان يعني قديمة تبدو قديمة ما ذكر لنا بما ما هو من الوحي القديم أن موسى عليه السلام أحس بمغص فقال ربي ما أعلم أن هذا الوجع كان معي في حارم الأول. دلني يا ربي على شيء خفف عني. فقال له دونك انظر. فإذا بعشب كأنه الشيح أو شيء في شراء فينا فقطع منه فمضغه. فإذا بأثره قال بسم الله. فمرت أيام فوجع موسى فذهب إليه فجعله في فمه فازداد وجعه. قال يا ربي واحد له أترين؟ قال لتعلم أني أنا المؤثر. وفي رواية أخرى قال له لقد أخذته باسمي. معنى ذكرته مستحضرا أن الله خالقه وواضع تلك الأشياء فيه ولو شاء الأوقف. أنت دائما مع الله. وذاك الجدل البارد فالكسب والخلق وذلك في الأخير خليه لأهل العلم تمسوش أنتم ما تعرفوش ليه. وبارد باعتبار وحار باعتبار وموقع في الفتنة باعتبار. احترشوا من الأشياء ما تبسوش هذا المصطلحات ما تعرفوا إيش علم هذا التوحيد قرأ هذه الحقائق. نقول لك أنا إن شاء الله إذا هداك الله
ومن يهدي الله فما له ومن يضل الله فما له من ولي من بعده تبتلا توكلا عليه واجمع ذا صراطه اليه. اذا جمعت بين التبتل وتوكل بين عباده واستعانه شو تكون ديك الساعه؟ اهتديت الى صراط الله المستقيم، اهتديت الى صراط الله الذي سأتحدث عنه في الجملة الأخيرة اللي هي جملة الختم، وسأذكر لكم إن شاء الله موضعين يتصلان بها، من بها إشارة إلى نكتها، والثانية إشارة إلى أدبها، أدب يتعلق بمسألة الدعاء لأنه خطير جدا في موضوع من موضوعات الكتاب الكبرى، هي دعاء الله. كيف تدعوه؟ وبما تدعوه؟ وكيف ترفع إليه؟ ولماذا؟ لأن إن شاء الله نزع الدعاء قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.